امبارح انطلق في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حفل دخول العائلة المقدسة لأرض مصر في حضور قداسة البابا طهرس الثاني ومجموعة من الوزراء وبعض سفراء الدول الأجنبية ورؤساء الطوائف المسيحية المختلفة. احنا كمان بنتابع مع حضراتكم انه على مدار الوقت اللي فات كان في مبادرات كتير لجعل مسار العائلة المقدسة مقصد سياحي جديد في مصر، وزي ما احنا شايفين مصر بقى في حالة من الوعي كده بأنواع مختلفة من السياحة، فبقينا بنروح للسائح بتاع السياحة الشاطئية اللي رايح شرم الشيخ والغردقة يتفسح وينبسط وبيرجع مباشرة على بلده، كمان بنروح له بسياحة تاريخية. في بعض المقاصد المصرية أو السياحة الدينية في مصر، واحدة من الثروات اللي ما كانتش قوي بتنال اهتمام لكن فيه اهتمام حقيقي بيها وواضح من تحركات على مدار السنين اللي فاتت.